يقول هل يجوز إزعاج الجار اليهودي أو الجار المسيحي أو الجار الذي لا يؤمن بالدين أو الذي لا يؤمن بوجود الباري عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مفروض السؤال اللي تفضلت بمسألة إزعاج الجار اليهودي أو المسيحي أو الذي لا يؤمن بدين أساساً اللي هو الملحد، بل من أخلاقيات المسلم أن لا يزعج جاره وأن لا يؤذي جاره، بل يصبر هو على أذية الجار إلى ثواب الله سبحانه وتعالى يجازي. زين، فمسألة أنه هل يجوز أن يؤذي؟ لا، لا يجوز أن يؤذي جاره سواء كان مسلم أو كان كتابي أو كان لا دين له، لا يجوز إيذاءهم. فهذه ليست من أخلاقيات المسلم. ينبغي للمسلم أن يدعو إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة.